السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم الباحث القرآني، وهو هبة من الله سبحانه وتعالى. يعني شيء جميل إنك تلاقي كل حاجة تحت إيدك، صوت وصورة وأمهات الكتب. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هسيب لحضراتكم اللينك بتاعه تحت في الشرح. ما شاء الله، في كنوز من كنوز المعارف. ده المصاحف مصحف التجويد. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ما شاء الله، شيء جميل. ما شاء الله، ما شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله، يعني شيء جميل جدا ومليء بالمعلومات، سواء تفسير جميع البيان على هذا المثال. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هنا التفسير، القول في تأويل قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل موسى نبيه لقومه: يا قوم إن كنتم أقررتم بوحدانية الله وصدقتم بربوبيته فعليه توكلوا، يقول فبه فثقوا ولأمره فسلموا. ما شاء الله ما شاء الله، يعني هتجيب أي هتفسر عن طريق ابن جرير الطبري رحمه الله أو ابن كثير رحمه الله أو فتح البيان أو فتح القدير، يعني كل دي تفاسير قرآنية وفي موسوعات أهي، حاجة رائعة. جزا الله كل خير من قام بهذا العمل العظيم، ونأمل إن حضراتكم تنشروه للمنفعة والمزيد من المسلمين والمؤمنين والمزيد من العلم بالقرآن الكريم. هنا في علوم القرآن السراج في بيان غريب القرآن، الميسر في غريب القرآن الكريم، تفسير غريب القرآن، يعني ده يبقى عندك على اللاب بتاعك كل يوم تشوف منه حاجة، إعراب القرآن وبيانه ما شاء الله ما شاء الله، أحكام القرآن على اليسار هنا. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا أحد الإخوة اللي هو إيه بعته وحطه على الفيس، فأنا لقطته وابتديت أصوره زي ما انتوا شايفين كده من على الشاشة، وحط لحضراتكم تحتي تحت الشرح اللينك بتاعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. جزا الله كل خير جماعة آيات الخيرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.